الكلمة الأخيار هي تحية لأهالي سيناء وأبناء سيناء وقبائل سيناء وشيوخ سيناء الوطنيين الأفاضل الذين صمدوا وأبطوا وما زالوا صامدين مؤابطين في هذه الأرض، ونقول لهم سيناء أرض طيبة، أرض مباركة أثنى عليها الله في كتابه وأقسم بها، والتين والزيتون وطور سينين، وقال لموسى إنك بالوادي المقدس طوى، وكلم فيها موسى عليه السلام وقال وذكر أن فيها من الخيرات، إشارة إلى ما تموج به من الخيرات، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فكما نوجه لكم التحية نقول لكم سيناء أمانة في أعناقكم أنتم أولا، والواجب العيني يتوجه إليكم قبل غيركم، كما يتوجه إلى كل وطني شريف وإلى كل مصري شريف أن يحافظ على وطنه، لأننا نؤكد أن الحفاظ على الوطن جزء من صميم الأديان ومقاصدها. هذه الجماعات الضالة لم تسئ إلى الأوطان فقط، وإنما شوهت الوجه النقي لديننا السمح. ولو أن أعداء ديننا بذلوا كل ما في جعبتهم ما بلغوا معشار ما أضرت هذه الجماعات الضالة بتأويلاتها الجاهلة وانحرافاتها المغرضة ومتاجرتها لدين الله بديننا السمح الحنيف. نحن هنا نقول لك صدقت يا سيدي يا رسول الله، فأهل مصر وأبناؤهم وأزواجهم وأهليهم رجالهم ونساؤهم شبابهم وشيوخهم هنا على العهد لن يخزلوك أبدا، مرابطين في أرض الرباط إلى يوم الدين، يزبون عن سنتك ويدفعون عنها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين.